إذا مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع سعدت باستضافة الأستاذ عبد الرحمن عيو، أستاذ الاقتصاد بجامعة يارت. أهلا بك سيدي ومرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير. أهلا. تابعت ربما التقرير الآن، أموال دعم بودرة الحليب لتعبئة الأرصدة الباكية للمستوردين في البنوك السويسرية. في هذا التقرير الذي نشره موقع سويسانفو نشر مقالا حول هذا التهريب عن طريق الدعم في الجزائر، طريقة جديدة لتعبئة الأرصدة في سويسرا. سيد عبد الرحمن عيا، ربما خليني نتحدث لك اليوم عن سؤال مباشر، لماذا عجزت الحكومة في تحييد ومكافحة تهريب العملة إلى الخارج؟ لأنها عندما تمنح هكذا ديمارشي يعني صفقات تمنحها يعني بطريقة غير اقتصادية وبطريقة غير تنافسية، تمنحها لي يعني بالموالات وبمن لديهم علاقة مع مسؤولين في الحكومة، وبالتالي فهناك احتكار لمثل هذه المعاملات، وهكذا نتيجة يعني التي نشاهدها اليوم. لو سمحت فقط أود فقط أن أضع يعني هذا الحدث في إطاره الاقتصادي. نعم. هو يتكلم، لأنني اطلعت على التقرير، يعني اقتصاديا هذا مستثمر جزائري أو تاجر جزائري أو بزنس جزائري أو بارون جزائري يعني أنشأ شركة أوفر شور في سويسرا، تدار من قبل مؤسسة فيديسيار كما يسموه سويسرية بمساعدة مكتب محاماة دولي. هذا كل شيء اقتصادي عادي، فتح شركة أوفرشور، ولكن فقط من أجل أن أوضح المسألة، يقوم بشراء البودرة الحليب من سويسرا أو من مختلف، حتى من أوروبا، فرنسا، حتى من يعني نيوزيلندا، ثم بعد ذلك يقوم باستيرادها على أنه يعني هو المصدر وهو المستورد. هو المصدر انطلاقا من أنه صاحب شركة أوفر شور التي يعني هي مقرها أونلاين يعني في سويسرا، ثم بعد ذلك يقوم باستيرادها على أنه جزائري يقوم باستيراد هذه المادة. طبعا هو يعني التقرير يذكر أنه يعني يحقق شهريا ما قيمته 1.2 مليون دولار، يعني سنويا 15 مليون دولار، يعني تقريبا دعني أقول لك حوالي يعني 500 شقة قسمة لبنو، 500 شقة سنويا. إذن حاليا المشكلة أين تكمن، أو ما هي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني؟ الاقتصاد الوطني أولا يتكبد نوعين من الدعم، يعني في الفيتيار كان أشار إلى الدعم واحد، لأنه كل ما يكون فرق كبير بين السعر وبين السعر الموجه للحكومة، بين السعر الشراء وبين السعر الذي تدعمه الحكومة مصاريف أو نفقات، الدعم تكون كبيرة. هنا كاين نوعين من الدعم، دعم المباشر لبودرة الحليب، والدعم أيضا للعملة الصعبة. دعنا نكون واضحين ولنقول بأن العملة الصعبة الجزائرية هي مدعمة من قبل يعني البنك المركزي الذي هو شريك الحكومة، لأنه القيمة الحقيقية للدينار ليست هي التي يعني يحددها البنك المركزي بطريقة إدارية انطلاقا من سلة من العملات، ولكن يعني هي دعني أقول لك قريبة يعني مما هو موجود في الأسواق الموازية. وبالتالي فإن هناك نوعين من الدعم سيكلف حكومة. الأمر الثاني هو استنزاف احتياطي الصرف، يعني باش نكون واضح، الحكومة لا تملك أي آلية سوى احتياطي الصرف. الحكومة ليست لديها أي مناورة اقتصادية في الوقت الحالي سوى احتياطي الصرف. فشلت كل المشاريع الحكومية التي يعني جاءت للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحاليا كاين احتياطي الصرف وسيتآكل، وإذا تآكل احتياطي الصرف ستكون كارثة. لأنه لما انتهت الموارد الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات، الوزير الأول قال أنقذنا الاقتصاد الوطني من سكتة قلبية وقام بطبع النقود، فلو نفذت يعني احتياطات الصرف لا يمكن له أن يطبع الدولار والأورو، لأنه الدولار لا تطبع في الجزائر، تطبع في الفيدرال الاحتياطي الأمريكي وفي البنك المركزي الأوروبي. الأمر الثاني هو التهرب الضريبي، لأنه كاين قيمة إضافية لا تفرض عليها الضريبة. حاليا بالعودة إلى سؤالك يعني، وإن كان جاوبت في جزئية منه، لماذا الحكومة تتحمل المسؤولية؟ لأن الحكومة أول شيء لديها يعني مراقبة. شوف الإشكال أين يكمن، أنا أقول لك الحين لماذا الحكومة يعني تعاملنا كشعب بهذه الطريقة؟ هذا واسمه برودوي دو باز، يعني تضرب في الانترنت تلقى الأسعار موجودة في البورصة، ما يشكل أو يمبورتي في الإلكتروميناجي
ولا في الكوسميتيك ولا هذه مادة أساسية أسعارها تخضع لمختلف يعني الصعود والنزول كما البترول، وهي موجودة يعني معلن عليها في مواقع البورصات العالمية. وبالتالي فإن نقول لك بودرة الحليب دير ينطوني دير 1500 دولار يدير، وهي قسمة شري بقرة تقريبا بقرة حلوب. وطبعا سأعود إلى مسألة إحلال البودرة. المسألة التالية أنه هذا الانسان هذا على اي سركال با يعني سركال كريتال على اي يعني كما نقول حنا معايير منحت له المارشي هذا، تقول لي انا ما نقدرش الرقابه المستوردين ما نقدرش كله مقبول، لكن لما يتعلق بماده اساسيه راك تضرب اولا في الامن الغذائي الجزائري، راك تضرب في الجبهه الاجتماعيه ويعني تخلق نوع من الغضب الاجتماعي، ثالثا راك تساهم في استنزاف احتياطي الصرف، وراك تضاعف من العجز في الميزانيه، لانه لما تدعم انت راح تدعم بالدينار وراح تدعم حتى بالعمله الصعبه. وبالتالي فان لماذا هذه الخسائر؟ لماذا طبعا انت كي نقول لك علاش لا تقوم بإحلال بودرة الحليب بالمنتوج يعني من خلال استيراد الأبقار أو يعني بدل استيراد بودرة الحليب، قد تجد الأعذار وتقول بأن المسألة تحتاج إلى وقت، وأنه يعني علينا نشوف نكون واضح وصل علينا ضغوطات وعلينا أن نستمر في استيراد بودرة الحليب لأن هناك مصالح مع مؤسسات خارجية ووقفنا عليهم التفاح، وقفوا علينا الفيزا وإلى غير ذلك. يعني معليش في إطار العلاقات الاقتصادية التجارية، أنا إنسان اقتصادي ويعني ممكن أنني يعني أتفهم هذه الأمور، ولكن بالمقابل لماذا لا تقوم بمراقبة؟ لماذا لا تمنع عملية استيراد بودرة الحليب لأناس لدي عقلية؟ هل يمكن أن نعتبر ما يحصل الآن من الحكومة هو تساهل في حق هؤلاء البارونات؟ وهل هذا راجع إلى الحلول السهلة والغير المدروسة نتيجة ماذا يحدث في الجزائر، ما شجع البارونات صح التعبير في استغلال الوضع واستغلال هكذا أسواق يعني من أجل دخل سهل وسريع؟ شوف انت لما تشوف لي سيناتور تاع لارندي وقفوا يدافعوا على زميل تاعهم، انا لا اريد ان ادخل في القضايا السياسيه، لا اريد ان اتكلم على السياسه، هذا انسان مدان ويعني نحن نحترم القرارات يعني الصادره عن المحكمه الجزائريه، مانيش نتكلم بصوره سياسيه ولا بصوره قانونيه. لما نشوف مجموعه من انا نقدر بالسيناتور نتعاطف معك، ولكن ما نوقفش وقفه امام هيئه حكوميه ونعطي مؤشر الشعب الجزائري بانه يعني الفساد المالي وطريقه يعني انا من اللي بدات المجلس الامه ما شفنا حتى وقفه، اهين الشعب الجزائري، ضرب في قدرته الشرائيه، شفنا الاستاذه ماتت بالعقرب، شفنا يعني اشياء اطفال يتم اختطافهم، ولا مره وقفوا هذو السيناتور لما يعني اهين زميلهم بهذه الطريقه وقفوا. يعني ورانا شرع للفساد، هذا هو المشكل. أين هؤلاء من الوازع الديني؟ أين هؤلاء من الأمانة التي تركها الشهداء؟ لابد أن يكون هناك. إذا أنت لما تشوف هيئة تشريعية كما هذه وقفة الدافع، رانا نعطوا مؤشر. نفتح لك قوس أخي بلال. نعم بسرعة فقط لأنه نبقاو في موضوعنا آخر. معليش باختصار أنا نوجه كلام الحكومة ولهؤلاء البارود، صدقني والله العظيم غير نتقنوا هذه الأشياء أفضل منهم. أنا السويسري ما يفيق ليش؟ السويسري نهفوا ونهف حتى اي دوله، نعرفوا ندوا قروض، نعرفوا نستخدموا مع شركات اجنبيه، نعرفوا نفتحوا اوفر شور، نعرفوا نديروا هذه العمليات. بصح يا خويا هذه راهي امانه خلاوها الشهداء، ما نقعدوش ناكلوا فيها ونمصوا فيها، رانا رايحين للهاويه، لازم شويه احترام لهذا الشعب الجزائري. تفضل. طيب خليني نعود للسؤال تاعي فقط، هل الحكومه اليوم وسياستها الغير مدروسة خاصة فيما يتعلق منح صفقات مثل هكذا ربما استعجالية إن صح التعبير لنقص مادة من المواد الأساسية في الجزائر، سهل من استغلال العملة الصعبة وتهريبها بطريقة إن صح التعبير بطريقة قانونية؟ نعم شوف احنا نتكلم على تهريب العملة سنويا، كاين هذه 20 مليار دولار عملة تهرب بالتواطؤ بالحكومة، على وهذه تاع 20 مليار دولار وشنو هي؟ هي قيمه المنحه السياحيه. الحكومه فاتحه، انا ادرك ما اقول اقتصاديا، فاتحه
مكاتب صرف على الهواء الطلق والناس تبدل في العملة، هما أيضا يبدلوا العملة والناس قاعد تبدل في عملة، والعملة هذه اللي تدخل تمول أسواق الصرف هذه اللي تدخل بطريقة غير ما نقولوش غير قانونية، تدخل في خارج الحسابات الرسمية لأنها تدخل بطريقة قانونية. أنا دراهمي ودخلتهم لبلادي، أنت اللي ما وضعت ليش إطار قانوني، تدخل بطريقة غير خارج الحسابات الرسمية جنديبية ودخلت خارج الحسابات الرسمية. وأنا كاقتصادي إنسان يكون مخرج العملة في السيارة ويوقفوه، أنا بالنسبة لي لازم يرجعوا له دراهمه، لأنه هؤلاء ماشي دراهم تاع البنك المركزي، دراهم تاع البنك المركزي هو للتهريب، لكن هذا راه شراه مسك وهذا راه حقه، خرج يتاجر برا لأنك غلقت عليه المنافذ. بون ماشي كاع ولكن في بعض الحالات. دوكا نولوا لهذا، هذا تاع تضخيم الفواتير هذه ظاهرة معروفة، هذا على الأقل كما نقولوا الدهات زيري وفتح بها، دار شركة في أوروبا وفتح شركة هنا. كاين اللي يتفقوا مع الصينيين، كاين اللي يتفقوا مع الفرنسيين، كاين اللي يتفقوا مع الإيطاليين، كاين اللي العملة هذه ما يديهاش هو، هذا عقل داها سرقها وداها هو، مع احترامي ليه لأنني ليست لدي المعطيات الكاملة للوصول إلى هذه الكلمة، أعتذر منها وأسحبها. لكن ما أود أن أقوله، أقول بأنه إذا لم تكن لدينا مراقبة العملة الصعبة تاعنا التي مصدرها الأساسي هو البترول، ونحن يعني البترول هو ملك كله للشعب الجزائري، فماذا نراقب؟ ماذا ننتظر لنقومه لنستخدم آليات للرقابة؟ أنا عندي الفاكتور جابها لي متعامل، خطرة الأولى الخطرة الثانية ما تجيش حتى خطرة في بالي، لأنه التقرير يتكلم على مضاعفة المبلغ، يتكلم على الموضوع. ما نتفطرش خطرة من خطرات حتى يا سيدي ألام يابل، كاين الطريقة الودية في معالجة المسائل الاقتصادية، نتكلم معه قال يا أخي هل هذا سعر حقيقي؟ ما حتى ممكن بالود، ممكن بالعقل نروح معاه، ماهوش نطلق له العنان حتى بعد 10 سنوات بتجي تقرر كما هذا ودخل فيه صاع عليك، لانه المؤسسات هذو لي زافوكا هذو اللي سهلوا عمليه تاسيس شركه اوفرشور، هذا والله العظيم ما يهموش كاع لا اقتصادك لا تهمو شخصك لا والو، المهم تاعه هو المال، بالعكس هو يدهش لما تارك تقدم له الدوله تاعك واموال الدوله تاعك تقدمها له على طبق من ذهب. طيب في ظل كل هذه التهريب تهريبات للعملة الصعبة شاهدناها عن طريق المطارات، شاهدناها عن طريق البواخر، العملة الصعبة من الجزائر إلى أوروبا بطريقة صح التعبير سهلة، حتى تمويه تاعها كانت عن طريق الحقائب في السيارات والآن عن طريق الشركات الأوفشور وأيضا عن طريق أموال الدعم. طيب كل هذه الأموال وكتلة مالية ونقدية بالعملة الصعبة هائلة في الأسواق الموازية، في كل هذا الزخم يعني لماذا لم تتفطن بعد الحكومة الجزائرية لإنشاء مكاتب صرف قانونية؟ يعني في كل هذا يعني التهريب ممكن نبدأ نحسبه يعني من بداية السنة لنهاية السنة هي ملايين من اليوروهات وملايين من الدولارات التي تهرب، في كل هذا الزخم لماذا لم تستطع، نقول لماذا لم تستطع لأنه حقيقة لم تستطع إنشاء مكاتب صرف قانونية؟ ليس اولا هو قلت لك المبلغ التقريبي سنويا في العمله في المبلغ في العمله الصعبه المتعلقه بالمنحه السياحيه 20 مليار دولار، اعطيت لك رقم تقريبي، وهو تقريبا نفس المبلغ او الذي يعني هو عجز على مستوى ميزان المدفوعات. لو تم احصاؤه فقط ممكن ان نقضوا القسط الوطني من هذا العجز الكبير على مستوى ميزان المدفوعات. مساله ما قدرتش، انا مانيش عارف كيفاش ما قدرتش. دوك انت سنتر سيكيورتي قدرت عليها، الناس قاعد تمشي في الطريق دير سنتر سيكيورتي، ما قدرتش باش تراقب سنتر سيكيورتي فيها ملايين من الناس رايتهم، ما قدرتش تراقب منافذ داخليه وخارجيه. اذا ليس هناك اراده حقيقيه لمحاوله تسيير العملة الصعبة. العملة الصعبة كيف تسير؟ تسير على مستوى البنك المركزي، كاين إدارة متكلفة بإدارة العملة الصعبة على مستوى البنك المركزي وتابعة للسلطة النقدية وهي شريك الحكومة في اتخاذ القرارات. كاش خطرة أنت شفت مدير العملة الصعبة تتكلم معانا قال لنا علاش ما برر لنا يا سيدي، قال الله غالب راهي كاين صعوبات، كاين بارونات، كاين ناس راهي تستفيد، كاين كذا، ما قال لنا والو، ما نعرفوش كيفاش داير. هناك رادع، الرادع لابد أن يكون هنا كرادع. بون انت تتكلم مع عيسان قال يا ودي هذا استنزاف للعمله الصعبه، لكن هو راهو يشوف الفساد يومين، راهو يتكلم، راهي كاينه اختلاسات يعني ديكلاريها امام الحكومه، كاين مجلس المحاسبه يتكلم على تهرب ضريبي، اللي تجي ليه يقول لك شفتني غير انا، هاي الناس كاع راهي دير يعني اشياء خطيره وتهلك في الاقتصاد الوطني، وكاين اللي شرع على نفسه يقول لك انا ناكل في دراهمي تاع البترول، وكل واحد وش هو يتكلم. اذا لابد ان الحكومه دير اطار قانوني.
القانوني، كيف هذا الإطار القانوني؟ تكلمنا والاقتراح لو سمعت البارح يعني الدكتور مزدور أيضا مشى في هذا الطرح، قلنا بأنه في الإيكونومي ما لازمش تنفونتي، عندك ديجان يبيعوا في العملة الصعبة افتح لهم مكاتب صرف، هذوك اللي جان افتح لهم مكاتب صرف، دير له كونتوز، دير له كاميرا، يولي كل عمليه ادخال واخراج الاموال تحسب في الاقتصاد الوطني، تعود تعرف واش عندك عمله صعبه، علاش يولي الانسان لما يخرج امواله ما يخرجهاش كانه سارق، على بالك هذا الانسان اللي راهو يقولوا عليه يهرب العمله الصعبه، انا كاين نوعين من العمله الصعبه اللي يديها عن طريق لي فاكتور هذا كما نقولوا احنا غونفلي، هذا صح تهريب العملة الصعبة، لكن اللي راهو يشريها من السكوار ويديها مسكين هذا ليس تهريب، راهو بذل مجهود عمل وشراها عملة صعبة وخرجها خارج الوطن، هذا راهو شراها هي كيفاش دخلت؟ دخلت بالتهريب، لأنها لو لم تدخل بالتهريب لراحت البنك المركزي، ما دام دخلت بالتهريب راحت لي كيما نقولوا لتغذية الأسواق الغير موازية، وبالتالي لما دخلت لتغذية الأسواق الغير موازية أنت شريتها من السكوار، أنت راك تدي لي في حقي وزيد دير لي لي مينوت وتوريني على أنني مجرم وهذو دراهمي، بون هذا اللي دا اللي غونفلا لا فاكتور هذا مهرب، لكن الانسان اللي شرى عمله من صعبه من السكوار وراح بها لتونس ولا راح لفرنسا ولا راح لاي دوله من دول العالم ولا امريكا ولا هذا بالنسبه اقتصاديا ليس مهرب، هذا انسان ناجح اقتصاديا لانه غير ثروته، لانه هناك نظريه تغيير الثروه، استبدال الثروه هي نظريه فريدمان بدا في سنه السبعينات يتكلم يعني انسان لديه ثروه لما يخاف يشريها قطعه ارض، لما يخاف يشريها ذهب، لما يخاف يحولها الى عمله صعبه، كاينه هنا مشاكل، كيفاش الحكومه تجي تقول لك هنايا احتياطي الصرف راهو راح ينفد يولي 62 مليار دولار، واش الحكومه تقول لك انا طبعنا النقود 35 مليار دولار طبع النقود، واش معناتها 35 مليار دولار يعني تقريبا 35% من ثروه الشعب، ثروه الشعب كي نحسبوها نقود عندنا 150 مليار دولار، الحكومه طبعت 35 مليار دولار يعني تقريبا طبعت 35% من الكتله النقديه منذ الاستقلال الى غايه 2017 وحنا كله طبعنا 150 ومن بعد نجوا في سنه واحده نطبعوا 35 مليار دولار، هذا خطر للاقتصاد الوطني، ومن بعد يتكلموا على مستويات التضخم وهميه ليست لديها كاع واقعيه على ارض الواقع. شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل أستاذ عبد الرحمن عيا، كنت ضيفي اليوم في الحديث عن هذا الموضوع.